مساء الخير. في أمر من المحكمة لإغلاق الجزيرة لمدة 45 يوم، بطلب منكم تأخذوا كل الكاميرات وتطلعوا من المكتب في هاي اللحظة. مغادر يعني جميعا؟ هذا الأمر ممكن أشوفه بس لو سمحت. هذا هو الأمر الذي أحضره لنا الضابط مع هذه القوة العسكرية. القرار يقول بأنه أمر بشأن إغلاق مكتب قناة الجزيرة لمدة 45 يوما، وهذا قرار عسكري صادر من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، ويأمرنا بأن نغادر حاليا وبشكل فوري هذا المقر وأن نأخذ أغراضنا. هذا اعتداء سافر على قناة الجزيرة وشبكة الجزيرة والعاملين فيها، وعلى حرية التعبير وعلى نقل الحقيقة. اعتداء هدفه طمس الحقيقة.